שלמם עמכון. אמן. גליון קדיש אדמר נישום שיחם כרוזותה עד מתי? שובל נשיחה מרד אמין שם ואיה. ולמה ג'ה יסוע אל נחיית קיסריית פילופוס אחזה יסאל תלמידה קאילה מן תקול נאס אני אנא אבן אלבשר. فقالوا قوم يقولون يوحنا المعمدان وآخرون إيليا وآخرون إيرميا أو واحد من الأنبياء. قال لهم وأنتم من تقولون إني هو؟ أجاب شمعون الصفا وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي. أجاب يسوع وقال له طوبى لك يا شمعون بريونا فإنه ليس لحم ولا دم كشف لك هذا لكن أبي الذي في السماوات وأنا أيضا أقول لك إنك أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني بيعتي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربط في الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحل في الأرض يكون محلولا في السماوات. شوحا لها أمينا بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. صباح الخير. جود مورنينج اخوتي واخواتي الاعزاء. سلام ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح يكون وياكم بهذا الاحد المبارك اللي هو الاحد الاول من تقديس الكنيسه. اسئله هوايه عندنا اسئله كل يوم نسال هوايه اسئله من اول ما نقعد من الصبح يعني اسئله ايش راح نتريق ايش راح نلبس وين راح نروح راح اروح الكنيسه اليوم وما راح اروح هاي الهوايه منكم سالوا هذا السؤال اليوم والحمد لله قررتوا بانه تجاوبون بنعم بي. واحد من اصعب الاسئله اللي تسال الزوجه زوجها وينك انت؟ الاسئله اللي نسالها دائما من اصعب الاسئله اللي موجوده ايش راح ناكل اليوم؟ اسئله حياتنا هي عباره عن اسئله هوايه. واليوم يسوع المسيح ايضا يزيد على الاسئله اللي نسالها سؤال اخر، منو اني بالنسبه الك او الج؟ كل الاجوبه مال الاسئله اللي تنسال في حياتنا على جهه، والسؤال الاهم من كل الاسئله اللي موجوده في العالم، منو هو يسوع المسيح بالنسبه الك يا إنسان؟ لأنه على الجواب على هذا السؤال راح تعتمد عليه حياتنا على الأرض وحياتنا أيضا في السماء. شلون نجاوب على هذا السؤال؟ كل واحد من خبرة حياته، كل واحد من تصوره، كل واحد من اعتقاده. واليوم يسوع المسيح يريد يسأل التلاميذ ماله منو أني بالنسبة للناس؟ ويقولون بأنه قسم يقولون أنت يوحنا المعمدان، قسم يقولون إيليا، قسم يقولون إيرميا. ليش ذول الأنبياء الثلاثة بالذات؟ ليش يوحنا المعمدان؟ ليش إيليا؟ ليش إيرميا؟ لأنه يوحنا كان يكرز بالتوبة وملكوت السماوات. إيليا كان نبي معروف بأنه يسوي عجيب هواية. وإيرميا كان النبي الباكي، يسمون النبي الحنون، اللي قلبه دائما كان حزين على شعبه. فيسوع المسيح بصفات هواية
ما يصير نركز على وحدة من دون الأخرى، ما يصير نقول يسوع المسيح هو إله رحوم وغفور بدون ما نقول بأنه أيضا هو إله يدعو للتوبة، وأيضا ما يصير نركز بأنه يسوع المسيح هو يسوي عجيب بدون ما نركز بأنه هو إله يدعو للتوبة وأيضا إله رحوم. فكل هاي الصفات هي موجودة في يسوع المسيح. نشوف يسوع ما يقول لهم لا 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 أنا مو هذولا، يقول الناس يقولون عني هذا شيء أنتم من تقولون، فالجواب يجي من قديس بطرس ويقول له أنت المسيح ابن الله الحي. السبب من سؤال يسوع المسيح للتلاميذ كانوا هم في قيصرية فيلبس. قيصرية فيلبس قبل ما تسمى بقيصرية فيلبس كان اسمها بانياس، لأنه كانت معبد للإله الروماني بان. وبعدين إجا هيرودس وسوى معبد بيها أيضا المن لقيصر، ولهذا تسمى قيصرية فيلبس. فيسوع يتوسط، نشوف يسوع في قيصرية فيلبس، تخيلوا معي يتوسط معابد هواية لآلهة هواية ويسأل منو آني بالنسبة لكم. واليوم احنا نعيش في قيصرية فيلبس احبتي اخوتي واخواتي. شقد اكو آلهة غريبة في حياتنا اليوم؟ هل المال صار إله اليوم؟ هل الحسد صار مال اليوم؟ هل الإدمان صار مال اليوم؟ كل هاي الآلهة الغريبة اللي دنعزمهم في حياتنا يوم بعد يوم، وأيضا مرات هواية تلفزيون صار إله في حياتنا، علاقات غريبة وعجيبة دخلنا بها صارت آلهة في حياتنا، الناس اللي يدورون سحر، الناس اللي يدورون شعوذة، الناس اللي يصرفون آلاف الدولارات على المود يحصلون على فد شيء في حياتهم، يعبدون إبليس في حياتهم. شقد أكو علاقات خربت بين الإخوة والأخوات لأنه دخلنا آلهة غريبة في حياتنا. فيسوع يتوسط هذا الشيء ويقول منو أني بالنسبة لك يا إنسان؟ هل أني بعدني ملك على قلبك؟ يسوع ما يدور على ناس فقط تسبح بشفاها، لكن يسوع يدور على قلوب دائما تركع إلى قلوب تمجد باسمه. فاليوم وسط قيصرية فيلبس اللي دنعيشه إخوتي وأخواتي، يسوع يسألني ويسألكم منو أني؟ منو أني بالنسبة لكم؟ منو أني بالنسبة لكم؟ وبطرس يقول أنت المسيح ابن الله الحي، ويجاوبه يقول له أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. لاحظ بطرس هو نفسه اللي راح ينكر يسوع 3 مرات. زين شلون بطرس هو صخرة وشلون راح ينكر 3 مرات؟ لأنه الصخرة ما هي بطرس بإنسانيته، الصخرة هي يسوع في داخل، هي بطرس في داخل قلبه لما يؤمن بيسوع المسيح. فاليوم إذا نريد اليوم بيوتنا تتعمر لكن لازم يكون يسوع المسيح هو أساسها. إذا نريد اليوم كنائسنا تكون عامرة لازم المسيح يكون أساسها. الكنيسة اليوم عليها مسؤولية لا فقط تعليمية، لا فقط لاهوتية، لكن عليها مسؤولية أخلاقية أيضا، عليها مسؤولية بأنه تكرز باسم يسوع المسيح، لا تكرز باسم السياسة. الكنيسة عليها مسؤولية اليوم تبشر باسم يسوع المسيح، لا تبشر باسم المادة. وكذلك العائلة اليوم، العائلة اللي غير مؤسسة على يسوع المسيح يا إخوتي اليوم أو باكر راح توقع. العائلة اللي ما هو أساسها ربنا ومخلصنا يسوع المسيح صدقوني راح توقع. شقد ما كان الحب قوي، شقد شايفين علاقات مو؟ علاقات وراء حب 10 سنين و11 سنة و20 سنة،
والحب تكلل بزواج وإلا نشوف هذا الحب راح ورا الزواج كله. ليش؟ لأنه كان مبني على أساسات غلط. أنا مكلل هواية ناس مارغورغيس مثل ما نعرف بها بال 350 زواج بالسنة. مكلل هواية ناس أمام المذبح ودائما أقول لهم بأنه إذا تريدون علاقتكم تنجح، إذا تريدون علاقتكم تنمي، لازم تركع أمام ربنا وتقول له أشكرك يا رب على النعمة اللي عندي. إذا الزوج يباوع على زوجته ويقول هاي نقمة في حياتي، وإذا الزوجة تباوع على زوجها وتقول هاي نقمة في حياتي، فإذا وين يسوع المسيح اللي أساس هذه العلاقة يا أحبتي؟ إذا الأب والأم يباوعون على أولادهم ويقولون إحنا فشلنا، فشلنا في تربيتهم. تعرفون ليش نفشل في تربية أولادنا مرات هواية؟ لأنه ننطيلهم كل شيء، ننطيلهم دلال، ننطيلهم سيارات، ننطيلهم تعليم، ننطيلهم ملبس، ننطيلهم مأكل، ننطيلهم ندللهم وندلعهم ونطيهم كل شيء ما عدا يسوع. إذا نجيبهم للأعماد وبعدين نجيبهم للتناول ونجيبهم بعدين للزواج، وهذا مسؤوليتنا. مسؤوليتك يا إنسان، مسؤوليتك يا إنسان المسيحي، مسؤوليتك يا أب وأم، ما هو فقط بأنه أنت تربي أولادك وتطعمهم، لأنه الدنيا كلها تسوي نفس الشيء. لكن مسؤوليتنا اليوم بأنه نعطي يسوع المسيح لأولادنا، نغذيهم بيسوع المسيح، لأنه بحار، لأنه الهوى مال العالم، لأنه البحر قوي هو في العالم. فأريد نغذيهم ونأسسهم على قاعدة اللي هي يسوع المسيح. فاليوم يسوع يسألنا كلنا في وسط قيصرية فيلبس مالتنا، إخوتي وأخواتي، في وسط الآلهة الغريبة اللي موجودة في حياتنا، منو أني بالنسبة لك يا إنسان؟ يسوع ما هو معلم فقط، يسوع ما هو نبي فقط، يسوع ما هو فقط فد إنسان قال حكي وخلص وراح، يسوع ما هو فقط معلم اجتماعي أو باحث اجتماعي سوى فد بحث أو دراسة حول جماعة معينة. يسوع هو الله، يسوع هو المخلص، وماكو خلاص خارج عن يسوع المسيح. فاليوم أكو في وسط تعددية الآلهة اللي موجودة في العالم اليوم، في وسط الناس اللي يقولون إحنا كلنا سوية، كلنا نفس الشيء. أنا أقول نعم، إحنا كلنا سوية، كلنا نشارك الإنسان، أخونا الإنسان في هذا العالم، ولازم نعمل على خلاص البشرية، لكن بالأخير ماكو خلاص خارج عن يسوع المسيح. فاليوم عائلتنا، اليوم كنيستنا، اليوم خدمتنا، اليوم تعليمنا، اليوم مسؤوليتنا، اليوم أعمالنا، هل موجود بها يسوع المسيح؟ هل يسوع المسيح موجود اليوم في تليفوناتكم؟ لا صورته، لكن فقط أيضاً بالشغلات اللي نكتبها ونسويها بتليفوناتنا. هل يسوع المسيح اليوم موجود في أعمالنا؟ لا فقط صورة نعلقها على حائط العمل اللي نشتغل به، لكن هل موجود في أخلاقياتنا؟ هل يسوع المسيح اليوم موجود في خدمتنا هذا للجوقة وللشمامسة ولكل إنسان يخدم، للكهنة إحنا، أو دنبشر بأشياء غريبة وعجيبة ونتكلم فقط عن شنو نريده إحنا؟ هل يسوع المسيح اليوم موجود في علاقاتنا؟ علاقاتنا، علاقة الزوج والزوجة، علاقة الأب والأم ويا أولادهم، علاقة الأصدقاء بيناتهم، العلاقات الغريبة والعجيبة اللي مرات نعزمهم في حياتنا، الناس اللي ندخلهم في بيوتنا، هل دي يجيبولنا يسوع المسيح أو دي يخنقون صوت يسوع المسيح في حياتنا؟ فاليوم هو ما فقط تقديس الكنيسة اللي هي البناية الكنيسة، اليوم يسوع يدعو لتقديس الإنسان، تقديس قلبه. هل قلبنا مقدس اليوم؟ إحنا اللي موجودين هنا شقد أكو اليوم من عندنا قاعدين أمام ربنا وأكو حقد في قلوبنا، أكو حسد في قلوبنا، أكو أفكار محلوة
تجاه أخونا الإنسان، أكو أفكار محلوة تجاه عوائل، أكو أفكار محلوة تجاه أي إنسان الكان، هل مستعدين بأنه نبدلها يا أحبتي ونخلي بيها يسوع المسيح؟ إذا نريد اليوم نعيش صراحة، لازم يكون أساس تعاملاتنا، أساس حياتنا، أساس تصرفنا، أساس زواجنا، أساس كهنوتنا، أساس خدمتنا، أساس كنيستنا، أساس عملنا، أساس علاقاتنا، صداقاتنا، كلها لازم يكون يسوع المسيح. وعدا عن هذا الشيء صدقوني ما راح يدوم. فاليوم يا إخوتي وأخواتي الأحباء، الكنيسة وكلمات ربنا وإلهنا تدعونا بأنه نغير من واقعنا، نغير من تفكيرنا، نغير من تصرفاتنا، نغير من تعاملاتنا. كل هذا الشيء نطلبه بشفاعة مريم أمنا. واليوم إذا سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. آمين.